إذن جرس مجلس النواب يقرع من جديد إذانا بدخول السادة النواب إلى داخل القاعة التشريعية واستكمال الجولة الثانية من عملية اختيار والتصويت على رئيس مجلس النواب العراقي بعد أن انتهت الجولة الأولى بوقت سابق. إذن في هذا التوقيت يستعد السادة النواب للمشاركة في الجولة الثانية وإكمال عملية التصويت. هنالك 5 مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، يتم اختيار مرشح واحد فقط لتولي منصب الرئيس. طبعا تأخرت الجولة الثانية عدد كبير من الساعات نتيجة للحوارات السياسية والاجتماعات السياسية المستمرة، وعلى أمل أن تنتهي الجولة الثانية بأسرع وقت ممكن وانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.